مشاهدينا الكرام، ها نحن معكم هنا في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان في مدينة مأرب، الحي السكني الذي سقط فيه الصاروخ الباليستي الحوثي ليسفر عن أكثر من 30 بين شهيد وجريح وأضرار كبيرة في الممتلكات والمحلات التجارية. سنكون معكم ونطلعكم على تفاصيل ما حدث. سنكون هنا في هذا الحي ومعنا فيصل القادري عاقل الحي ليحدثنا عن تفاصيل ما حدث في عند سقوط هذا الصاروخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في تمام الساعة 6 بعد صلاة المغرب سقط صاروخ من ميليشيا الحوثي على الحي، وكما ترون لم يكن هدف عسكري وإنما مدينة حارة، ولم يكن عسكري ولا هدف عسكري. كما ترون الأضرار هي أمامكم، الشهداء 5. يعني كان الحي مكتظ بالسكان، وكما نلاحظ سوق ايضا. نعم، كان بعد صلاة المغرب تماما، والاطفال اثناء خروج شراء الخبز وخروج الناس من المسجد وهذا شارع رئيسي. هذا احد الاطفال الذين اصيبوا بالصاروخ الباليستي الحوثي، سيحدثنا ايضا عن ما شاهد وعن يعني الاصابة التي اصيب بها. انا اول ما دخلت ساير اشتري من البقالة، على وقعت ضرب الصاروخ وانا جرحت. اول واحد انا من جرحت في هذه بقالة ابو محمد الحبيشي. اول ما ضرب هذا الصاروخ كم يا شهداء وكم يا اطفال بريئين اسمه جرحوا هنا واستشهدوا بهذا الصاروخ. هذا كمان لاحظ الاصابه في الرجل. هذا أحد الجرحى الذين أصوبوا بانفجار الصاروخ، وهو أيضا قريب أحد الشهداء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أخي علي. سلامات، وحدثنا كيف كان الله يسلمك. كنا واقفين أمام بقالة نشل الماء، يعني في أمان ما فيش حاجة، وفجأة وصل الصاروخ أصبنا بشظايا وأصاب الشهيد جنبي بشظايا بصدره وكتفه. طبعا هذا الشهيد نسبي أخو المرأة، قدر الله ما شاء فعل. هذه دائما خلاقهم الحوثي، استهدافهم صواريخ الأبرياء والمدنيين. في نساء، في أطفال أنصابوا أمس، من ضمنهم شهداء، من ضمنهم إمرأة كانت جنبنا واستشهدت أمس جنبي، من ضمنهم أبرياء مواطنين ما لهم أي ذنب بأي جانب سياسي، استشهدوا في الشارع كانوا ماشيين. اسمك الكريم؟ كامل فؤاد سالم العريقي. الحمد لله على السلامة يا كامل، وعظم الله أجركم. أجرك عظيم يا غالي إن شاء الله. كما نلاحظ هذه آثار الدمار التي طالت الحي، آثار الأضرار، واجهة المحلات التي تدمرت، الصيدلية وواجهتها، وأيضا المحلات التجارية والبقالة الأخرى، أيضا السيارات التي أعطبت نتيجة الصاروخ، مظاهر من مظاهر الدمار الذي نشاهده لسقوط هذا الصاروخ في هذا الحي المكتظ بالسكان الذي لا يوجد أي مظهر عسكري استهدف. هناك استهداف مدني 100%، هناك إرهاب للمواطنين واستهداف لحياتهم ولممتلكاتهم، وهي ليست أول مرة وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. هذه الميليشيات التي ديدنها الدمار تستهدف المدنيين وممتلكاتهم ومنشآتهم بشكل مستمر، وهذه إحدى مرات الاستهداف، وهذه هي المظاهر التي تشهد وتؤكد على وحشية هذه الميليشيات التي تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى.